الشخصيه والعائليه، العناوين ديالهم وبقيه الاعضاء، التوقيعات ديالهم هنا، اسم الشخص والعائله للممثل القانوني للجمعيه او المنسق ديال اللجنه، عنوان الممثل القانوني للجمعيه، العنوان ديالو باش يسهل التواصل معه. هذا واحد النموذج من طريقه الحال، نموذج بسيط للعريضه، الواجهه ديال العريضه اللي ممكن فيها كتكون فيها معطيات مركزه، كتكون فيها افكار جد مركزه، وباش اللحظه اللي كيتلقاها المتلقي يعني كيقدر يقراها، الا كانت مثلا ورقه ولا ورقه ريكتو فيرسو كيسال يقرا مفرقه باش مضيله بالتوقيعات ديال يعني الناس اللي فعلا يعني تبنوا هذه العريضه هذه. كنت اطار البحث ديالي لقيت واحد المقال اللي هو صراحه جميل جدا، درت له بعض التعديلات، اللي هو مقال بصراحه انا كنعتبره تحفيزي ديال يعني ناس خبراء عالميين، هذا موقع عالمي، الخبراء عطاوك الزبده كيفاش انك تكتب عريضه ديالك وتكون عريضه ناجحه. هو راه مقال فيه من بعد غنتقاسم معكم، غادي نعطيكم غير الافكار ديالو. كيقول لك اول هو فيه تقريبا اربعه اجزاء. اول حاجه كيفيه كتابه عريضه بطبيعه الحال، اذا كاينه صياغه الطلب كيتكلموا على الصياغه، هاد الصور هادو كانوا غير رمزيات باش اذا كيقول اكتب حجه قويه، تكون الحجج ديالك قويه. انا كيشرحوا هذا، حدد جهه التخصص صاحبه السلطه المعنيه بموضوع العريضه، السيد اللي غادي يشرح في العريضه، السيد اللي غادي توجهو، كاين هنا كيهضروا معاك باش هذا خطاب مؤثر وخطاب تحفيزي صراحه. تعرف على الحد الادنى من التوقيعات اللازمه للنظر في العريضه، الحد الادنى مثلا 100 200 400، يعني ما تهبطش عليه، حتى لا هبطتي عليه مشكل غيبقى لك في العريضه. وانا كنت ركزت متجر الالوان والديكوراسيون باش تفتح واحد رابعا كنحدد صياغه واضحه ودقيقه للهدف من العريضه، حيت الهدف خصو يكون مصاب بصياغه واضحه وصياغه دقيقه. الجزء الثاني كيف اشرح قضيتي، باش نشرح القضيه ديالي، اكتب تلخيصا مختصر القضية، يعني الموضوع يكون مختصر. جهز مجموعه المصادر الداعمه للنقاط التي تذكر في العريضه، بمعنى المعطيات اللي غادي ترفع عليها، معطيات احصائيه، صور، وثائق، كلها تكون عندك جاهزه. راجع العريضه بحثا عن الاخطاء النحويه الاملائيه قبل، شكرا جزيلا، قبل ما تصيفط العريضه ديالك او تعطيها الناس اللي غيوقعوا عليها، شنو خصك ديرها؟ شكرا جزيلا، خصك ديرها مراجعه، راجعها تفاديا لاخطاء املائيه واخطاء نحويه. هذا الجزء الثالث، دعوه الافراد للمشاركه، كيف ادعو؟ يكون انا اداري باش ما كندير سماع، كيحدد لي هو واحد الموعد، حتى وان لم يجبني كنعاون ندير تذكير، كنعاون ندير تذكير، لان العمل الجمعوي يتطلب منك نفسا طويلا، الاولى نفسا لا ما كيوقفش. ثاني حاجه نخدم على واحد الحاجه اللي كتخدمني انا، شنو هي؟ الاشعاع، نخدم المهم شكون انا في الواقع، كيف؟ الجمعيه خاصها تبداتها في العمل في العمل ديال الانشطه ديالها، في التواصل ديالها، في الاشعاع ديالها، في الحضور ديالها. مثلا في جميع اللقاءات ستكون حاضره، معنى هنا خصو واحد النوع من التفرغ، واحد النوع من تنظيم العمل وتوزيع المهام. انا مثلا غادي نحضر واحد اللقاء، غادي ما يمكنش نحضر انا كمتفرج، لا، فيما تعطى الكلمه كلمه، شكون بقى نعرف غير براسي انا راه حاضر، باش المتلقي كيف ما كان حاله يسمع من انا، كنثير الانتباه ديالو. مره اخرى جات اللقاء، فيما تعطى شي مداخله نتكلم، ودائما في المداخله كتسمر هي حتى هي اليه من اليه الترافق، كنت ذكي في المداخلات ديالي، ونكون استهدف المداخله ديالي تكون محدده، تكون ذكيه، تكون واضحه، ونكون كنبلغ رساله، رساله هادفه جدا. فالاخر كيقول اذا هذاك السيد هذاك باين عنده ما يتقن، كيجي لقاء اخر يا غالي صفحتك في الفيسبوك خصك تكون تشيع بالانشطه، يعني الجمعيه تكون عندها قيمه، الجمعيه تكون عندها 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 عندها, عندها رصيد، باش النهار اللي كان جلس مع المسؤول كنهضر شكون انا، خدمتي كجمعيه راه جمعيه يحسبوا لها 1000 حساب. فهكذا يبنى العمل، العمل حنا كنبداو الا بغيتي العمل ما يمكنش مثلا من درجه واحد لدرجه 20 في يوم ولا في شهر، انما درجه 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 درجه. تكوين ذاتي مع النكروشي بجميع المجالات، العمل الجمعوي، العمل الاداري، فين ما مشيتي، الشيء الذي لا يكون نفسه، اللي ما كيتكونش يموت قبل اوانه، كيموت، حيت ما يمكنش تبقى ديما انت هذيك المعارف اللي عندك. الناس كيتراه العالم كيتبدل، القوانين كتبدل، التواصل كيتبدل، حتى تواصلك مع الاخر خصو يتجدد، آلية التواصل خصها تجدد، يكون عندي فيما نسمع شي تكوين،
كما قلتي ربما كاين بعض التكوين كتكون مفتوحه، نقدر نحضر انا، نقدر انا نمشي نقول انا محتاج نحضر معكم التكوين هذا، نستغل الفرص ديال التكوين. كاين تكوين مؤدى عنها، كاين بعض التكوين هذه ربما اللي هذه التكوين اللي فعلا كيكون مثلا مؤدى عنها، ما فيها باش نضحي واحد التكوين وناخذ شهاده تكون عندي في السي في ديالي، كتعزز القدرات ديالي وكتعزز المهارات ديالي وكتحسن شكون انا. لان الحضور راه قوه والكاريزما راه قوه، وشكون انت راه قوه. ملي كنتحاور خصني نعرف مثلا كنتحاور، راه هناك فئات مختلفه. بالتالي رسالتي انا خصكم دائما، وبالتالي النفس ديال الجمعيه خصهم يتحدشي ويكون عندها السفر طويل وتشتغل على قضيه كبيره، وتكون حتى في اختيارها لمشاريعها تكون ذكيه في الاختيارات. هناك مشاريع كتسمى مشاريع الساعه. اذا كانت هذه الجمعيه باغا ترافع ندير عرائب بصفه مستمره ويكون عندي حضور قوي في الاجتماعات ديال المجالس، نترافع على قضايا كبيره ونعرف راسي شنو. وهذا هذا كيرجع لنا التكوين الذاتي، وحتى في الاطر اللي يكون معايا، حتى اختيار الاطر كما قال الاستاذ كيكون عندي معايا واحد الشخص اكاديمي كنعول عليه في صياغه التقارير، كنعول عليه مثلا انا مش عندي التقارير ديال المؤسسه ديالي، او عندي مثلا هذه العريضه باش غادي نديرها، خاص تكون عريضه كتحمر الوجه، عريضه كتعبر شكون هذيك الجمعيه، حيت الجمعيه انا ما كنعرفكش، ولكن كيجيني واحد التقرير ديالك او واحد النشاط ديالك كنعرف شكون انت، نقدر نعرفك انا قبل ما نطلق انا بك كاع نعرفك شكون انت. بالتالي هذا واحد المجال، وزعما صراحه ندعو للجمعيات يديروا تكوين في هذا المجال، هم يبرمجوا تكوين ويستدعوا تكوين بعضياتهم. وكاين تبارك الله كاين الناس اللي يخدموا في هذا اللي مبدعين في هذا المجال، يدير لكم تكوين في هذا المجال ديال التنميه البشريه والتنميه الذاتيه، كيفاش تعامل مع القضايا الجديده، مع القضايا المستجده، كيفاش انك ممكن انت تصنع من لا شيء تصنع قضيه وتخدم عليها وترافع عليها. نعم هذا راه جات في جدول اعمال المجلس في الدوره العاميه ديالو المواليه، وتحلل اللجنه او اللجان دائما مختصه لدراستها قبل عرضها على المجلس باش التداول في شانها، ويخبر رئيس المجلس الوكيل او الممثل القانوني الجمعي بالقبول على ذلك، كيخبره كيتواصل معاه ان فعلا العريضه تقبلت وستتداول في لقاء ديال المجلس في الدوره العاميه ديالو بطبيعه الحال من اجل التدارس. عدم قبول العريضه، يعني هذه العريضه ما تقبلتش. في حالة عدم قبول العريضة من قبل مكتب المجلس يتعين من المفروض يتعين على رئيس المجلس تبليغ الوكيل أو الممثل القانوني للجمعية حسب الحالة بقرار معلل، فرض خصوصية واحد برفض يمكن ما استوفاش العادة، يمكن السيارة، المهم شي حاجة، ولكن تخش في مجال ديال المجلس الجامعي، المهم شي سبب من الأسباب الذي كان سببا في أن هذه العريضة رفضت داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تاريخ توصل العريضة، يكون شهد الأجل هذا سيكون رد عليه ان فعلا هذه العريضه يعني رفضت لسبب من الاسباب، يعني اللغه هي اللي تولى واحد اللجنه ديال تقديم العريضة، هذيك اللجنه اللي كتكون هي اللي كتقوم بصياغه العريضه اخذه بعين الاعتبار هذه النقاط هذوك اللي بالاخضر امثله، صياغه جمل قصيره جدا توضح الموضوع الذي ترغب من الاشخاص دعمهم، يجب ان تكون العباره موجزه دقيقه مزوده بالمعلومات. بمعنى أنا إنسان ما يبغي يصيغ واحد العريضة ما يعتبرش إطناب، أن المخاطب هو شخص إداري يتعامل بلغة إدارية، لغة بسيطة مركزة، بقدر ما يكون الخطاب مركز بقدر ما كيحقق الهدف ديالو. كتكون معارضة العريضة فيها 4-5 ديال الصفحات كتكلم، دخلتي في واحد الحالة جالسين في شي قهوة اللي كتخيل شي حالات ما كاينش في الواقع كاع، فربما المصداقية ديال العريضة ما كتكونش. بحال مثال الإسراع بتوفير الإنارة العمومية بزنقة مثلا السلام أو شهر الحرية كائن بجامعة كذا وكذا، هذا هذه فكرة كتكون مختصرة وباينة كنقولوا سبل محددة جدا. الحرص الشديد على أن تكون الأسباب الداعية لتقديم العريضة والأهداف المتوقعة منها مختصرة ومركزة، فكلما كان المضمون طويلا ويستغرق وقتا طويلا للقراءة سيقلل ذلك من دعم المواطن العريضة. حتى المواطن اللي كيبغي يشوف العريضة كيبغي يقراها كيشوف طويلة بزاف، أول حاجة كيجي خوف عليك كيقول لي شنو كاتب هذه العريضة، هذه الأولى. ثاني حاجة كتكون العريضة مختصرة كتشجع انه يقراها بسرعه يقدر انه يوقع عليها، ومهما كان حجم العريضه فينبغي بسط بين اسباب تقديم العريضه واهدافها بشكل واضح ومحدد. بحال مثلا نحن سكان كذا كذا نخبركم بان الشارع كذا كذا تنعدم في الاناره العموميه منذ مده تزيد عن شهر، وقد ادى هذا الوضع الى تعرض السكان والماره لاعتداءات جسمانيه ومعنويه متكرره من قبل مجموعه من المحالفين. حددت الاهداف، حددت الدواعي، وربما يعني الرساله كانت قويه لا اللي غادي يوقع معك العريضه كيقول فعلا هذا الموضوع كيعنيني، ولا كذلك الجهه اللي غادي نصيفط هذه العريضه اللي كتقول فعلا ان هذا الموضوع يجب ان ياخذ تدخلا عاجلا وسريعا بسرعه، لان هذا اللي كتحدد له الدواعي والاهداف كنت
وتكون عندك معطيات دقيقه ماشي غير تخيل هذه البلاصه هذيك البلاصه من فاش الاناره تتعرضوا لاعتداءات وكذا وفيها الكريساج وفيها كذا ربما المسؤول ياخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وكتكون سرعه في التعجيل. هذه فقره ثانيه او فقرتين تحت كندير كنحدد الاهداف والموضوع والاهداف ديالو كندير واحد فقره ثانيه او فقرتين تحتوينا على معلومات كنعزز بها مثلا هذيك المنطقه ربما كاين حاله الاعتداء يوم الكذا كذا تم الاعتداء على مواطنه بكذا كذا يوم الفلاني عندك معطيات حيت انت ما كتحاشش كترفع على الموضوع ديالك لان النهار اللي كتجلس معاهم باش خصهم يشوفوا مجال ديال التدخل عندك معطيات كما شفنا البارح في اليه ديال الترافع ملي كيكون انا مثلا عندي معطيات قدي ماشي غير كنهضر بالكلام ربما كلام هكذا حماسي ولا لا عندي معطيات بتاريخ فلاني فلاني تعرضت المواطنه كذا كذا لكذا بتاريخ فلاني المواطن كذا يعني كتحدد معطيات دقيقه بالتالي كتعطي القوه للعريضه ديالك اخر كنختموا العريضه اشنو المطلوب يعني هذه الجهه اللي عن نصيفط لها اشنو المطلوب لهذا السبب الذي لا يحتمل الانتظار نطلب منكم الاسراء باعاده التوفير الى العموميه يعني كتحثهم انه بسرعه خصهم يتدخلوا لان هذه المجال ديال اختصاص ديال مثلا المجلس البلدي بالشارع المذكور وادراج نقطه في جدول اعمال مجلسكم تتعلق بتجديد المحول الكهربائي وكذا يعني كتبديل انك يعني تقوي من الطلبات ديالك وكتكون طلبات معقوله وطلبات مشروعه المرتبطه في التي تسبب في انقطاعات متكرره كتقول مثلا ربما ماشي محول قديم ولا شي حاجه خص الجهات المسؤوله تدخل بسرعه وتحاول انها فعلا على نظره التدقيق اللغوي حنا كنسالوا واحد العريضه مختصره بسيطه مركزه جدا نردوا بالنا من الاخطاء اللغويه باش ما نكونوش حنا مسخره للاخر لا اللي غادي يوقع معنا يقدر مثلا يكون شي واحد متضلع في اللغه العربيه يقدر يكون شي واحد في واحد الفئه مثقفه مثلا انا مثلا كجمعيه ولا كذا ماشي درت ما يمكنش حتى مربوطه ودرتها مبسوطه ولا درتها مبسوطه درتها مبسوطه الضاء مع الضاء والدال هاد الاخطاء ولا الركاكه في الصياغه هذه يقدر يعرضني لموقف محرج جدا سواء مع الناس اللي غادي يوقعوا معايا العريضه او لا الجهه اللي غادي مايمكنش نصيفطها اداريا وتوصل للناس اللي غادي يقراوها والمجلس اللي غادي يتكلف بها الاخر كنصيفط فيها اخطاء لغويه او لا ركاكه في الاسلوب او لا طلب كيحتمل مجموعه ديال التاويلات فالتاويل كيكون مثلا لغه مركزه ولغه بسيطه كتكون واضحه كما شفنا في هذه الامثله كتقول له نتوجه ونلتمس منكم بناء على كذا واستجابه لكذا شي كلام حماسي فكيفقد حتى ديك العاده كيفقدها القيمه ديالها. قراءه العريضه من عده اشخاص لم يشاركوا في صياغتها والاستماع الى ملاحظاتهم بطبيعه الحال احنا ما كنفيو هذيك اللجنه اللي كنعملوا العريضه هذه المراحل قبل ما كيقراها المواطن عاد يوقع وكذا الناس اللي كنعرفهم ادرى بالصياغه وعندهم في المجال كنقول لهم مش معايا هذه العريضه هذه كيحاول يقراها كيقول لك ربما الفكره بدلها هذه الصياغه لا تتماشى مع هذه كيحاول انه يعطيك ملاحظات وحنا دائما الملاحظات البناءه ناخذها بعين الاعتبار كتكون شي ملاحظه بناءه تؤخذ بعين الاعتبار. توقيع اللائحه العريضه واللائحه ديال الدعم ديالها اذا نشوفوا العريضه المقدمه من قبل المواطنين كما من قبل المجتمع المدني. اذا الموقع شكون كيوقع على العريضه؟ اول حاجه هم الاعضاء ديال اللجنه الناس اللي وجدوا العريضه خمسه فما فوق هما الاولى كيوقعوا. كذلك الموقعون في لائحه الدعم العريضه التي تكون مرفقه بالعريضه بطبيعه الحال عندنا العريضه موراها اللائحه ديال التوقيعات هم بالاضافه الى اصحاب العريضه المواطنون مدعمو العريضه الذين تتوفر بالشروط اول حاجه يكونوا من ساكنه الجماعه المعنيه مثلا واحد الجماعه محدده او واحد الحي محدد ويمارسوا بها نشاطا معين معنى كيكونوا في هذيك المنطقه لان الموضوع كيعنيهم هما مايمكنش مثلا دابا الدوار الفلاني هو اللي عنده مشكل نمشي انا نجيب مثلا شي دوار بعيد ونجيب لي كارت ديالهم كذا يعني حتى القوه ديال العائله كتفقد المصداقيه ديالها ان تتوفر فيهم بطبيعه الحال ان يكونوا مستجدين في اللوائح الانتخابيه تكون لهم مصلحه في تقديم عدم معنى المخرجات ديك العريضه او اللي غادي مثلا المشروع اللي غادي يدار او المطلب اللي غادي يتحقق خصو يكون كيستافد منه يعني هو غادي يستافد من هذاك المطلب لان مادام هو دار هذيك العريضه الا و مثلا عندنا واحد الدوار ما فيهش مدرسه مثلا هذا كمثال ولا ما كاينش اعداديه في واحد المجموعه ديال الدواوير ما كاينش اعداديه اذا حنا درنا مطلب ان خص دار اعداديه في الدوار فخصنا هذوك الساكنه كلهم ولادهم اللي غاديين يقراو في هذيك الاعداديه هذيك وهذا كمطلع اللي خصو يترافع عليه هذه المجموعه ديال هاد الاشخاص هذو. بطبيعه الحال العريضه المقدمه من قبل المجتمع المدني بالنسبه للجمعيات يجب ان ترفق العريضه المقدم من قبلها بلائحه دعم العريضه بالوثائق المثبته كاين وثائق ديال ذاك سميتو الوصل الإذاعي النهائي هذا من الوثائق النسخه من الوصل الإذاعي المسلم الجمعيه والفروع المؤسسه التابعه للاقتضاء اذا كانت هذه المؤسسه عندها فروع
أو وثيقة تثبت أن المؤسسة أن الجمعية مؤسسة بصفة قانونية وفق أحكام تدابير الظاهر، نسخة من نظام الأساس إذا كان الوصل يعني أغلبية الجمعيات عندهم الوصل النهائي، طبعا يعني عندهم نسخة من نظام أساسي الجمعية، وثيقة تثبت صلاحية المخاول الشخصي الذي تولى باسم الجمعية، تتبع مسار تقديمه كل هذيك لأحد الأعضاء ديال المكتب كتكون سارية المفعول، ماشي مثلا المكتب انتهت الصلاحية ديالو وهذا عاد غادي يقدم عريضة، ما كنظنش أن هذه المسألة تكون، ولكن هذا المكتب هذا يجب أن يكون سارية المفعول، أولا مثلا السيد غيكون عضو من الجمعية، رئيس الجمعية كيكتب شي يعني شي تزكية أن هذا السيد عضو في الجمعية وهذا وخولت له يعني المكتب الجمعية خول له أنه شنو يتكلف بهذا العريضة هذه، معنى هذاك الشخص اللي غادي يتبع ديك العريضه خصو يكون عنده الصلاحيات، عنده واحد الوثيقه كتثبت شكون هو، ما كاينش شخص مجهول يبقى يسول على يدفع العريضه ويبقى يسول عليها في المواصلات واش تسجلات واش هذه النقطه تدرج او لا تدرج، ما يمكنش خصو واحد الوثيقه باش اي واحد منك يطلب منك هذه النسخه هذه كتكون عندك. لائحه دعم العريضه، هنا عندنا واحد المثال اللائحه كتكون كنحدد واحد الرقم ترتيب مثلا كانوميا خصو يكون مثلا عندنا نسخ هاد اللائحه اللي كتضم، انا غادي نحاول نكبرها لكم كاين ديك العمليه ما يمكنش تخدم بوحديتك باش كتحمل المسؤوليه كامله كفريق، ما يمكنش انا بوحدي رئيس الجمعيه نكون دائما في الواجهه، لا انا نشتغل وحدي، الا ما كانش تدبير تشاركي تدبير ديال تعاوني صعب جدا ربما تنجح ويكون مخرجات حقيقيه للعمليه. اذا كاين زياره المنازل كاين تحدد بطبيعه الحال بعد المسؤوليه ما كنتحدد لان الموضوع كيهمنا كامل، دخلت في شي حوار مع شي واحد وشي مشاحنه ما غاديش نتفاعل معاه لانه يمكن ما عرفش الموضوع، اذا خصني هذيك الاساسيه ديال الحوار خص تكون عندي حاضر. كذلك تجنب الدخول في مناقشه لا تخدم في قضيه او موضوع عريضه، يقدر هو يبقى يناقش معك شي موضوع ما عنده حتى علاقه بالعريضه، واش غادي نتناقش معاه؟ انا غادي نحاول نحصره في موضوع ديال العريضه. الذهاب الى حيث يتجاوز تواجد اكبر عدد من المواطنين، كنحاول نستهدف اكبر عدد من المواطنين اللي كيتواجدوا في الاسواق ربما في المساجد، يعني ماشي داخل المساجد يعني في المقاهي، يعني باش تدخل المساجد المقاهي مثلا الى اخره. والتركيز نعم اماكن العمل، اماكن العمل كيكونوا متجمعين فيها مجموعه المساجد، المساجد ماشي يعني في يكونوا الناس خارجين مثلا فرصه جمعوا واحد الفئه الناس وتحاور معهم، ولكن داخل المسجد قليل راه ممنوع. والتركيز على المعنيين بالمساله الذين يتعاطفون مع موضوع العريضه، يمكن تنظيم لقاء تواصل مع الساكنه بعد الحصول طبيعه التصريح للسلطات المعنيه في الاماكن العموميه، ربما تدير واحد لقاء تواصلي مثلا مع الساكنه واحد الدوار او واحد طبعا الحاكم ديال الجمعيه كيعرفوا الاجراء هذا، اخبار طبعا السلطات المعنيه، يمكن ديروا في دور الشباب في قاعه من القاعات ديال بعض الادارات كاين قاعات ديال الانشطه اللي كنشتغل فيها، توزيع نص العريضه مع تقديم اسم الاهداف المرجوه من تقديمها الى اكبر عدد من المواطنين، كنحاول نعطيه يقرا لكن كيقرا العريضه ما بقاش يقرا نقراها علي انا ونشرحها له بالطريقه اللي كيفهمها باش نهار اللي كيوقع معايا كيوقع هو ونرتاح، ماشي كيقول لك لا كارت ما عنديش شي لا كارت عند ولدي، ثم هذه من العراقيل اللي كنواجهها في التوقيع على هذه العريضه هذه، وهذا ربما هو اكبر عائق. خصنا نستافدوا من قنوات ديال التواصل الاجتماعي اكيد باش نسوق العريضه ديالي، ممكن ندير نسخه الكترونيه من العريضه ونرسلها للاصدقاء ديال المعارف ديالي اللي ممكن يكونوا حتى هما كيتشاركوا معايا في هذه العمليه هذه، ممكن ندير واحد منتدى الكتروني اذا بغيت فعلا نعطي قيمه وقوه لان هذه المنتديات هذه فرصه للحوار وبدا الاراء، واحد المنتدى الكتروني عند موضوع العريضه اللي كنت فعلا باغي نقوي العريضه ديالي وباغي نستمع مختلف التدخلات والناس اللي كيتناقشوا معايا ونستمع مختلف الاراء باش نقوي الموضوع ديال العريضه ديالي. استعانه كذلك بوسائل الاعلام المحليه، كاين بعض الوسائل الاعلام اللي هي مؤثره نستعملها. كذلك من المسائل اللي كتعطي قوه اللي راه الاعتناء بصفحه التوقيعات ما نخليش تناول بزاف لان يقدر واحد ينسخها يقدر يستثمرها في اهداف اخرى غير الاهداف المسطره لها، يقدر مثلا ندير واحد العريضه واضافه ان هذا كيبقى مثلا واحد يقدر يدير لها فوتوكوبي يقدر يصور التوقيعات بالتليفون ويقدر انه يستثمرها استثمارا غير الاستثمار اللي ممكن تدالو، هذه المساله خاصها تؤخذ بعين الاعتبار. تقديم الشكر بطبيعه الحال المواطن اللي كيجي يوقع لك العريضه خصك تشكره، شكرا لانك انخرطت معنا في هذا العمل هذا غادي يرجع بالنفع على المنطقه على الدوار على الجماعه الى اخره، باش هو كيحس انه دار واحد العمل. بصح حنا كنتكلموا واحد الفئه على المجتمع، قد ما شكرتيهم وحمستيهم قد ما يتواصلوا معك بشكل مستمر. ايداع العريضه بطبيعه الحال بعد ما كنجمعوا التوقيعات كنوصلوا للعدد بطبيعه العدد القانوني، نحاول ان يكون العدد المحدد، يقوم الوكيل او المسؤول اللائحه بايداع العدد الى رئيس مجلس الجماعه، كيدير اللائحه كيعطيه واحد موافقه بطبيعه الحال الوثائق المحدده مقابل وصف
وهذه هي مساله اساسيه كتلقى واحد الوصل ملي كتحط العريضه كتسلم واحد الوصل ضروري يسلمه لك رئيس المجلس. تحال على قبل رئيس المجلس بطبيعه كيبقى اجراء اداري الى مكتب المجلس الذي كيتحكم انها فعلا استوفت جميع الشروط وانها فعلا تستحق المدارسه باش يلقوا فيها غير مثلا شي ثغره من الثغرات. يعني هذه الوثيقه كتسمى انها المجلس كتعطيه نسخه كتعطيه نسخه في المرجع باش كتسجل. هذه العريضه عندنا جوج. نعم فات 21 يوم استاذ خاصك دير التتبع باش ماشي غير كتحط العريضه وكت ليسي طومبي كتمشي كدير لها التتبع ديالها باش تسول على المآل ديالها. ملي كتفوت بك 20 يوم سولت عليها تولي عاوتاني بعد واحد 10 ايام ضروري.